والآن نتحول إلى أخبار المال والأعمال وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. تفضل. شكرا إلهام نمر. شكرا هبة حسين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو، وذلك في الانتخابات التي جرت بمونتريال خلال أعمال الجمعية العامة 41 لمنظمة الإيكاو بمشاركة وفود 193 دولة. ونجح الوفد المصري في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس الإيكاو لمدة 3 سنوات قادمة بالحصول على 156 صوتا، لتكون مصر الأولى أفريقيا ومن بين أعلى الدول التي حصلت على تصويت. بدأت منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية. مئات المنافذ التموينية بدأت في صرف السلع الغذائية والتموينية لشهر أكتوبر بالمنحة الاستثنائية الجديدة للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تخفيفا عن المواطنين. بالنسبه للزياده الاستثنائيه ال 100 جنيه للاسره و 200 جنيه للاسرتين والثلاثه، البطاله فيها اسرتين وثلاثه، و 300 جنيه لاكثر من ثلاث اسر. جميع السلع متوفره، احنا دلوقتي في المخزن موجودين، وانت شايف حضرتك المخزن مكدس بالسلع، بالاضافه الى في هناك ارصده متواجده من السلع الاستراتيجيه في المخازن الرئيسيه. الزيادة المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس السيسي للأسر الأكثر احتياجا مستمرة لمدة 6 أشهر، وقد ضمت السلع التموينية لشهر أكتوبر 30 سلع غذائية واستهلاكية ومنظفات وحلوى، بعد أن كانت تضم 29 سلعة فقط. المنحة دي بتضاف للتموين اللي هو الدعم الأساسي اللي هو التموين الفردي ليه 50 جنيه والأربع أفراد ليهم 200 جنيه بالإضافة لفرق العيش. فال 100 جنيه دي بقت مكمله للدعم، بس دي ما بتدخلش بيها ولا زيت ولا سكر، لكن الدعم بيبقى ليه زيت والسكر والرز والمكرونه وهكذا يعني. 30 سلعه متوفره في جميع فروع الشركه المصريه، 700 فرع جمله وملحق، متوفر فيهم كافه 30 سلعه على مستوى الشركه بجوده عاليه، شركات ذو اسم تجاري على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ولو حابين نتكلم على جوده السلع دي درجة أولى، من كل الأصناف درجة أولى. بننزل أسعارها، الأسعار اللي موجودة في التموين بتطبق على منتجات التموين. في حاجات تانية، منتجات تانية حرة. وعلى حسب الرغبة، في إن أنا مثلا بستكمل الحاجة اللي أنا محتاجها في الشهر على الحاجات الحرة، برضو أسعارها معتدلة عن الأماكن التانية. الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه، وذلك من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن ومقيدين على 23 مليون بطاقة. وإلى ذلك تتوصل الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إطلاق الإصدار السادس لتقرير التنمية العربية تحت عنوان النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات. جاء ذلك خلال افتتاحها المؤتمر العلمي 16 للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والذي ينعقد بمدينة العالمين الجديدة تحت رعاية رئيس الوزراء. يعد تقرير التنمية العربية أحد أهم التقارير التي يصدرها المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، ويمثل نموذجا للتعاون والعمل العربي المشترك. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع بسبب المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بدرجة كبيرة، ليسجل المعدن الأصفر نحو 1670 دولار للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 958 جنيه، بالنسبة لعيار 21 سجل نحو 1118 جنيه وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار 24 وصل سعره إلى
1278 جنيه، أما عن سعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 8944 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية لها في 5 أسابيع، مدعومة باحتمال موافقة مجموعة أوبك بلس على خفض إنتاج الخام. انخفضت العقود الأجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 0.6% إلى 87 دولار و96 سنت للبرميل، كما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.1% إلى 79 دولار و49 سنت للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.98% لتصل إلى 3 دولارات و23 سنت للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.57% لتسجل نحو 6 دولارات و77 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك عودة الاجتماعات الوزارية للدول تحالف أوبك بلس حضوريا بدلا من الفيديو كونفرنس اعتبارا من اجتماع يوم الأربعاء المقبل. أكدت أوبك أن الاجتماع سوف يعقد بالحضور الشخصي في مقر المنظمة في فيينا، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل هو أول اجتماع وزاري بالحضور الشخصي منذ مارس 2020. يأتي الاجتماع وسط شائعات عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج في مواجهة مخاوف من الركود ومع تراجع الطلب على النفط. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.